هذه الجبهة شيخ زكاوك أو التشكيلة القيادية للجبهة الرئاسية باش ترشح لهنا لهاد الرئاسيات، اسكو القيادية للجبهة منحوك التزكية باش ترشح لهاد الرئاسيات؟ يعني سألت قيادي الجبهة باش ترشحت باسم الجبهة للرئاسية؟ سألتهم؟ لا لا هذا حق لأنك لأنك الحق راك رجل ثاني شيخ، مازال نهار خلقت الجبهة كان رجل أول ورجل ثاني وكانوا قيادي. لأن طالب حق أمارسه أو لا أمارسه هذا مسألة يرجع إلى التطورات الأحداث السياسية. ترشح حر أنا أترشح، أنا عندي حقي أمارسه حرا، ثم بعد ذلك أمارسه أو لا أمارسه هذه مسألة ثانية. أسكي ترشحت اليوم باسم الجبهة ولا حر؟ بالطبع حر. طيب ثم بعد ذلك الآن أقبل أو لا أقبل هذه مسألة ترجع للجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذا حقي، أنا أريد أن أكتسب حقا نزع مني. أنا أستخدمه ولا أستخدمه هذه مسألة وقت.